أربعة من الصحفيين الستة الذين منحوا الجائزة حضروا لاستلامها هنا في برلين. من بين هؤلاء جاء أيضا أحمد الفخراني الذي يرى أن الصحافة في مصر تعاني الآن من أزمة نظرا لابتعاد معظم الصحفيين هناك عن أخلاقيات المهنة، لذا قرر أن يصبح صحفيا مستقلا. الأزمة في الصحافة في مصر أنه هامش الحرية بقى أكثر ضيقا نتيجة إعلان صوت واحد بس هو الحرب على الإرهاب وعودة الدولة العسكرية، فإحنا الصحفيين بنضطر لو شغالين في الإعلام في الصحف الكبرى أو الصحف الخاصة ما عدتش أصواتنا مسموعة زي الأول. التونسية إيمان حامدي كانت أيضا ممن كرمتهم المؤسسة بجائزة العين المفتوحة عن مقال كتبته عن أحد شباب الثورة في تونس. وضع الصحافة هناك يختلف عنه في مصر، خاصة بعد إقرار الدستور التونسي الجديد الذي يضمن حرية الصحافة مبدئيا كما تقول إيمان. لكن الأهم من هو كيفية تطبيق الدستور الأكثر من أنه يظل حبرا على ورق، كيفية التعامل مع النصوص الضامنة لحرية الصحافة وللهيئات التعديلية اللي ستضمن حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التعبير في السنوات القادمة. تسليم الجوائز ختمته مؤسسة MICT بحفل عشاء على شرف الفائزين. هذا التكريم سيشجعهم على الاستمرار في تقديم عملهم الصحفي المستقل في بلادهم التي تمر حاليا بمرحلة حساسة.